في العام 1931 عثر على ممرضة مشنوقة في غرفتها في مستشفى ويفرلي هيلز، وبعد التحقيق صرح المحققون أنها انتحرت وأغلقت القضية. لكن المفاجأة أن الممرضة التالية التي سكنت نفس الغرفة رمت نفسها من شرفة المبنى. وليست تلك القضية الوحيدة لمستشفى ويفرلي هيلز، ذلك المستشفى الذي قضى به الآلاف من مرضى السل، وما زالت أشباحهم تسكن المكان حتى اليوم. تعرف على قصة مصحة ويفرلي هيلز الرهيبة في هذا الفيديو. في العام 1910 فكرت الحكومة الأمريكية بإنشاء مستشفى لعلاج الحالات المتزايدة من مرض السل، ولأن الطب لم يجد علاجاً للسل في ذلك الوقت، وساد اعتقاد خاطئ لدى الأطباء أن المرض يشفى من خلال تعريض المريض للهواء النظيف، اختارت الحكومة منطقة ويلزفيل الريفية في ولاية كنتاكي لبناء المستشفى، فأنشئت مصحة ويفرلي هيلز فيها عام 1914. لكن حياة المرضى في المصح لم تكن نزهة ريفية جميلة، تم حشر الآلاف منهم داخلها، أما أساليب العلاج فكانت مرعبة، تتضمن أن يقوم الأطباء بشق صدور النزلاء وخلع أضلاع من قفصهم الصدري لتعريضهم للهواء وأشعة الشمس. توفي المرضى واحداً تلو الآخر حتى بلغت الوفيات بالآلاف، وتم رمي جثثهم في نفق بجانب المستشفى، وعرف ذلك النفق بنفق الموت. مرت السنين وتم اكتشاف علاج للسل في الستينيات، فأغلقت الحكومة المستشفى وتم تحويله لدار للمسنين قبل أن يتم إغلاقه عام 1980 ويصبح مكاناً مهجوراً. لكن قصة المبنى لم تنتهي عند ذلك الحد، المبنى مسكون. من زاروا المبنى أكدوا أنهم رأوا ظواهر غريبة بين غرفه، أصوات أطفال يغنون أغاني قديمة على السطح، وصراخ وأشباح تظهر وتختفي. ولم يدعي ذلك شخص أو شخصين، بل الكثير من زاروه. إحدى أشهر القصص التي رواها الناس كانت قصة الطفل بوبي الذي توفي بالسل. في شرفة الغرفة التي توفي بها أقسم من زار المصح أنهم رأوه يركل كرة مطاطية، أما آخرون فزعموا أنهم رأوا شبح فتاة بملابس ممزقة ويديها ملطخة بالدماء تصرخ وتطلب المساعدة، ورأوا أيضاً شبح طباخ يقوم بطهي الطعام وعامل تنظيفات يتجول في الممرات، ومن ثم يسمعون صوت مفاتيح وكأنه يفتح الغرف. وزعموا أيضاً أنهم رأوا سيارة سوداء تقف عند المستشفى ويخرج منها رجلان يحملان الجثث من نفق الموت إلى السيارة ثم يختفيان فجأة. عام 1931 عثر في إحدى غرف سكن الممرضات في الطابق الخامس، الغرفة 502، على ممرضة مشنوقة. الممرضة كانت حاملاً ولم يستطع المحققون حل لغز موتها حتى اليوم، لكن الصدمة أن الممرضة التي سكنت بعدها في نفس الغرفة قامت أيضاً برمي نفسها من على الشرفة وماتت. من زاروا تلك الغرفة قالوا أنهم رأوا امرأة بزي ممرضة مشنوقة بحبل معلق على السقف. آخرون رأوا نفس الممرضة تخرج من الغرفة وتمشي في الممر. أما بالنسبة لمصير ويفرلي هيلز اليوم، فقد اشترته مجموعة من المستثمرين ويقومون بتنظيم جولات للزوار خصوصاً أثناء الهالوين، ويفكرون بتحويله لفندق لجلب الزوار. فماذا عنك؟ هل تصدق ما قيل عن مصحة ويفرلي هيلز؟